صباح الخير. صباح النور. الطريق كان كويس؟ بصراحه ما كانش كويس قوي، انا ساكنه بعيد بس الموضوع يستاهل. تمام، تعرفي ايه بنفسك؟ انا انتصار ابراهيم، عندي 30 سنه، متخرجه من كليه اعلام جامعه القاهره بتقدير جيد جدا. كويس جدا. انا شايف السي في اللي عندي هنا مفيش اكسبيرينس قديمه. انا اتجوزت وفرغت خالص في بيتي وجوزي وكده، بس انا دلوقتي منفصله وعندي وقت فراغ، فحابه اني اكتسب خبره. تقدري تقولي لي شايفه نفسك فين كمان 5 سنين؟ شايفه نفسي هنا. يا بنت، مش كان لو كنت ما طلقتيش كان احسن؟ ولا تدور على شغل ولا بطيخ. مش هنخلص بقى، انا بس هسيب قضية النفقة وكله هيبقى كويس، لا هحتاج سند ولا بطيخ. قضية نفقة يديني ويديكي طول العمر. المهم عملت ايه بالانترفيو؟ قبلوني. هما يعني مش انت حد يخترع الذرة، هو بس حد يرد على استفسارات العملاء، مش حوار يعني. وان شاء الله هتبدي امتى؟ هبدأ الأسبوع الجاي، والمرتب مش كبير قوي بس أدي النوايا تسد الزير. يا ماما ممكن تنفخيلي البالونة؟ يا ماما ممكن تنفخيلي البالونة؟ بعدين، أنا تعبانة دلوقتي. ممكن تلعبي معايا؟ ما قلنا بعدين، هو مفيش سمع كلام. شكرا لاتصالك بسامة العقارية. لو سمحت كنت عايز اعرف تفاصيل عن المشروع. تمام، المشروع خلص منه 90% والتسليم بعد 3 قسط، والشركة بتتكفل بكل مصاريف الصيانة اول سنة. لا مش حابب تفاصيل عن المشروع، كنت حابب اعرف تفاصيل عنك، حاسس ان كده هيبقى الطف. من فضلك يا فندم، ارجو الالتزام بسياق المكالمة. ما دي برضه السياق احلى من المكالمة. الا انت رايك ايه؟ ممكن تنفخلي البالونة؟ انا نفسي تلعبي معايا. يوه، انت مش صغيرة، لما تشوفيني متضايقة او ما بتكلمش روحي اقعدي في اي حتة بعيد، او العبي بعيد عني، اقعدي ساكتة. حزنه بجد عفوا. هو البرد ده كده قولي لي عامله ايه؟ الحمد لله. وصلتي بقى في الدنيا فين بقى؟ قولي لي، احكي لي. اهو ماشيه، بس بدأ شغل جديد. طب بصي بقى، في فرصه شغل حلوه، بعمل برنامج حلو وفلوسه في البدايه اوكي، شغاله يعني زي ما بيقولوا، وبعد شويه الدنيا تبقى لطيفه، فعايزاكي معايا. طب كنت عايز اسافر، انت عارفه. بقولك برنامج وفلوس وهتنجح هنا وتظبطي هنا وكل حاجه هنا، ادي لنفسك فرصه تفكري وانا هستناكي ترد عليا، بس فكري. قلنا حاضر. البنوت عامله ايه؟ بتطلعي عيني. وماما؟ بتطلعي عيني برضو. مفيش لبلبه؟ ما قلنا مش هعيدها تاني، مش هعيدها تاني، لو قطعت شراييني كده مش هعيدها تاني. طب ايه؟ هروح فين؟ نعمل ايه؟ ناكل برجر؟
اوكي انا انتي مش هتتجوزي بقى، الجيران هيقولوا علينا ايه كل يوم تخرجي من البيت؟ ايه اخبار قضية النفقة؟ نفسي افرح بيكي بقى. صباح الخير، ازيك انت صالة عاملة ايه؟ صباح النور يا خالد، ايه الاخبار عامل ايه؟ انا جالي ميل منك ان انتي مقدمة استقالة، ممكن اعرف السبب؟ حصل فعلا، انا بس بقيت قادرة اشوف نفسي بعد 5 سنين في حتة تانية. اوكي ماشي تمام، ربنا يوفقك، باي. شكرا يا خالد، مع السلامة. اخيرا ماما هتلعب معاكي بالبالونه. علي صوتك علي صوتك في الغنى، لسه الاغاني ممكنه ممكنه. ولو في يوم راح تنكسر لازم